المغرب. كثير من أهل الفن والغناء يتوقفون عن العمل في رمضان ويأخذون إجازة من أعمالهم أو يتحولون إلى نشاط آخر على الفضائيات العربية أو عبر حساباتهم على السوشيال ميديا. ومن بين هؤلاء مغنية مغربية شعبية تلقب نفسها بالشيخة تراكس. هذه الشيخة تراكس قررت هذا العام أن تنظم مسابقة دينية عبر حساباتها على قناتها بيوتيوب، إذ سألت إحدى متابعيها عن صاحب لقب شيخ الإسلام لتجيب الأخيرة باسم ابن تيمية، لكنها فوجئت بالشيخة تراكس تصحح لها جوابها بالقول إن اسمه ليس ابن تيمية بل ابن تميمية. السلام عليكم الإخوة الأخوات، مرحبا بكم معايا في الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه الشيخة تراكس من بعد ما حولت النشاط ديالها خلال شهر رمضان من رقص شعبي إلى تقديم سلسلة خاصة بالدروس الدينية على قناتها في منصة اليوتيوب وحسابها على انستغرام. فتراكس ارتكبت واحد الخطأ في بث مباشر أجرته هذا الأسبوع، بحيث أنها قامت إحدى المتتبعات ديالها بالرد على السؤال بشكل صحيح، ولكن تراكس اعتبرت أن هذا الجواب هو خاطئ، ولأن المشاركة ردت على السؤال المتعلق بشيخ الإسلام بابن تيمية، وفاطمة زهراء أصرت على أن اسمه ابن تيمية. فهاد الخطأ هذا وهاد الفضيحة وهاد الشوهة اللي دارت تراكس وصلت لسكاي نيوز. ومهم نخليكم تشوفوا هاد المقطع ونرجع معكم. بنو اش؟ بنو تيمية. لا بنو تميمية. لا تيمية تيمية. لا بنو تميمية ماشي تيمية. لا تيمية فاطمة الزهراء. نتخاطروا معروف لا كاينش والله انا اختي انا معروف لا لا بنو تميمية. شوفي يا اشنو بنو تيمية؟ لا بنو تميمية ماشي تيمية، ما عمرنا سمعتها تيمية. واثقة من نفسها متأكدة بأن اسمه ابن تميمية وكتقول ليها نتخاطروا. كلشي اللي قلتي لي كله قريته. وبنو تميمية ماشي بنو تيمية. فالمهم من بعد ما قلبات ولقات بانها راه خاطئه اعتذرت للسيده، وقالت كذلك بان هاد ابن تيمية كان حي كون جا باس ليها راسها، لانه ما كانش معروف وهي اللي دارت ليه البوز. شي كيغلط، وانا كنعتذر للسيده ديال البارح اللي هضرنا على سميتو ابن تيمية. كنعتذر ليك بزاف، وكنتمنى تعاودي تعيطي ليا يا ربي تكون كتسمعني. كنتمنى تكون كتسمعيني وتعاودي تعيطي ليا. ما كاينش فينا اللي ما كيغلطش، حنا كلنا كنغلطوا وكلنا كنخطئوا. شكون هذا فينا اللي كاع ما غلط؟ وانا اعتذر واستسمح وسمحي ليا بزاف. كتجاوبيه الرجال؟ لا كنجاوب كل شيء. سمحي ليا بزاف وما ديريهاش عافاك مني قلت الصواب، ونردها لك مره واحده اخرى، حيت انا فاش كندخل نقلب على السؤال والجواب داكشي اللي تعطاني كتبته. يمكن غلطت، يمكن ما عرفتش، حيت فاش عاودت تقلبت لقيت انت اللي عند يا شيخ. يا شيخ ايه بقى يا شيخ؟ انا بغيت غير نهضر لكم على واحد الحاجه. من نهار درت هذه المسابقه هذه وانا كنتعرض لبزاف ديال الهضره خايبه وبزاف ديال الانتقادات وبزاف ديال ما فهمتش ما عجباتكمش حتى حاجه ما عاجباكم. كلشي بغيتو تهضروا فيه، كلشي بغيتو تفهموا فيه، كلشي ما فهمتش. اللي باغي يفهم شي فهم يمشي يفهمها مع راسو، واللي باغي يفهم شي فهم يمشي يفهمها في دارهم، واللي باغي يفهم شي فهم ويبدل داكشي اللي كاين عنده عاد باش يشوف الناس، عاد باش يقول لحكا هادي ولا فعلات ولا كركات. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. كتقولوا لا الشيخة ما خصهاش دير اسئلة دينية، وسوق امك انت
نديرها دينيه ولا نديرها شيخاويه ولا نديرها اش مشالك نتايا؟ واش انا كنجي كندق عليك في دارك كنقول لك عافاك اجي تفرج فيا ولا عافاك اجي شوفني؟ دابا عاد عرفت انا ما كنعممش وما كنهضرش على كل شيء. اللغه العاميه غير الجوالاء اللي ما واعيينش هما اللي كيهضروا على الناس كاملين، انا ما كنهضرش على الناس كاملين، لا ما كنعممش، كنهضر على واحد الفئه، على واحد الجزء ديال الناس. ياك صراحه حتى واحد ما سوقو فيك، وكنتمنوا ان ديما تبقاي بحال هكا، يعني مشي خرج رمضان ترجعي للرقص وكما كنتي من قبل. ما عرفتش، لا الشيخه ما خصهاش دير الاسئله الدينيه، الشيخه ما خصهاش تفعل، الشيخه انا مالك اخويا جدك لك هاد الشيخه اش خدات لك؟ بالعكس مال الشيخه، مالها مال الشيخه، مال الشيخه جدات لك؟ الشيخه كتخليك تشطح وكتخليك تفوج على قلبك وكتخليك تجذب وتخليك دير بزاف ديال الحوايج. كل ما كانت الشيخه كامل الناس ما تجوش وما يديروش العراس وما يديروش بزاف ديال الحاجات. عاد عقلت، عاد عرفت بان كاينين واحد الناس عقلهم مسخ، وعاد كنتكلم على الصحافه اللي كانوا كيجيبوا الشوهه وكانوا كيجيبوا الفضايح وكانوا كيجيبوا العرا ويجيبوا. لا لا انا ما متفقاش معك في الفكره هذه، لان الشيخه ماشي هي العدول، وكاين الناس بزاف ديال الناس ما كيديروهاش في الاعراس والمناسبات ديالهم، كيكتفيو فقط بالجوق او بموسيقى عاديه او امداح نبويه، كل واحد على حسب الذوق ديالو. يجيبوا بزاف ديال الحوايج دابا ما بقيتش كنلوم عليهم. ما عرفتش كيفاش نوصل لكم الفكره، ولكن غادي نحاول وكنتمنى الناس تفهمني. فاش درت انا هذه المسابقه هذه الولاد ما كيفوتش 600، ما كيفوتش 600، كون كانت لابسه شي قفطان وجالسه كنهزيه وز كون هذاك اللايف انا دابا عندي فيديوهات جالسه كنشطح فيهم وكنغني والتخربيق واصلين 3 المليون 4 المليون، واحد واصل 7 المليون كاع. الله ينعل اللي ما يحشم. الشواد ولا جوج ديال الشيخات ولا جوج ديال زيدوا كملوا من عندكم جالسين كيهضروا، لا هذا طويل هذا قصير، لا هذا خامز هذا ريحته زوينه، هذا كذا هذا كذا، واصلين ل 100 كا، 100 كا و 200 كا. الشعب كيدير ما عرفتش، ما فهمتش اش باغيين. ما عرفتش والله ما عرفت. كننصح اما الشيخ خاطرك سالته ولا الشيخ خاطرك صرا صاحبي، راه انسانه راه كتعرف الله وكتعبد الله وكتمو الله يعمرها، دار انسانه قلبها طيب، انسانه تهضر معاك في الدين تحمقك. هذاك التراكس اقسم بالله تهضر معاه، راه التراكس راه الله عمرها اللي قال تجي ما دير دروس دينيه. ما عرفتش انا هذا المنبر الاعلامي علاش مشى سولوا الميلودي على البرنامج اللي دايره هاد الشيخه تراكس، وما مشاوش سولوا شي داعيه ولا شي شيخ. كل واحد يديها في سوق راسه، وكل واحد يديها في الجهه اللي ضاراه، وحتى شي واحد ما شغله، واللي قدر على شي حاجه يديرها، اللي قدر على شي حاجه يديرها. وهذوك الصحافه اللي كيجيبوا لكم الشهاد وداك التخربيق وكتجلسوا كتفرجوا فيه وكتجلسوا كتبعوا، راه نتوما اللي باغيين داك الشيء، نتوما اللي بغيتيو داك الشيء، وعارفينكم حتى هما بغيتو داك الشيء، وكتعطيوهم نسبه المشاهده كثيره وكبيره بزاف. داك الشيء باش كانوا كيجيبوا 3 شهاد في النهار، لا ولاو دابا كيجيبوا 28 شهاد. وصلنا اخوتي النهايه ديال الفيديو اللي كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وانتم خليو لي تعليق شنو رايكم في هاد البرنامج اللي دايره فاطمه الزهراء الملقبه بشيخه تراكس. غادي نتسنى التعليق ديالكم، وما تنساوش انكم ديروا لايك للفيديو ولي بارطاج، اللي ما مشتركش يشترك عندي في القناه دائما باش يوصلوا الجديد. وبسلام عليكم.